دير الزور في الرابعة 18/3/2013. آثار الدمار والخراب نتيجة قصف قوات النظام على شارع التكاية. الشارع مدمر بشكل شبه كامل. الله أكبر والعزة لله. لا يزال أهالي دير الزور صامدين رغم الظروف التي تمر بها المدينة. أبنية مدمرة بشكل كامل في شارع التكاية. الله أكبر الله أكبر. دير الزور 18/3/2013.